عبد اللطيف البيدوري رئيس الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية. احنا اليوم تنتواجدوا في المكتبة الصيفية أو المكتبة الشاطئية اللي خدنا لها الشعار ديالها القراءة صفار، وحنا على الأبواب ديال النهاية ديالها، خصوصا أننا مرينا من واحد مجموعة محطات كالتكريم اللي درناه للكتاب اللي كتبوا على ذاكرة الجديدة، ثم خيمة الشعر، خيمة الزجل، خيمة القصة اللي شاركوا في واحد مجموعة أدباء وكتاب وشعراء أبناء مدينة الجديدة ومن مدينة الزمور ومن الإقليم ككل. وهذه المكتبة كانت نقطة ضوء في الجديدة، خصوصا وأن المجال الثقافي خصنا نعطيه حقه والاهتمام به، لأن ما يمكنش مدينة شاطئية، مدينة عندها مقومات سياحية، مدينة اللي تجيها آلاف الزوار، وما يمكنش تكون فضاءات ثقافية على مختلف أنواعها. إذا المكتبة الشاطئية على الأقل لعبت واحد الدور كبير أنها انفتحت على الزائر، الزائر انفتح على الكتاب، الكتاب إما تيقرا هنا إما تيدي مع الشاطئ. وكانت فكرة رائدة، خصوصا أنه كانت لقاءات ممتازة، دازوا فنانين موسيقيين في هذه الخشبة الصغيرة للمكتبة الشاطئية. وفي نفس الوقت احنا اليوم اللي تنتصادفوا 20 غشت الجمعية الإقليمية بدورها تتحتفي بهذه المناسبة، ودرنا واحد المعرض ديال لوحات ديال المقاومة بتنسيقين مع فضاء الذاكرة ديال الجديدة، وفي نفس الوقت تكون عندنا واحد السهرة ختامية، ودائما في تفعيل الثقافة، تفعيل القراءة، حتى الشباب اللي مارس اليوم واحد عدة دروس مع متخصصين في الكتابة النطرية، الكتابة الشعرية. وتنتمناو بأن هذه المكتبة الشاطئية تكون بداية ديال المسؤولين عن المجال الثقافي في مدينة الجديدة أنهم يفكروا من العيب على أن الصيف ما تكونش في واحد في واحد المحطات ثقافية متنوعة، خصوصا وأن الجديدة لها كتابها، لها شعراؤها، ولها مؤرخها. ويلا كنا تناقشوا مجموعين ولاحظنا بأن القراءة لازم الشباب خصو يهتم بها، لأن القراءة تفتح واحد المجال كبير، خصوصا في اليوم في التقنيات الجديدة، الهاتف، المواقع الاجتماعية، ولا الشباب خصو يقرا الخبر، بالعكس نفتشوا على العلم، نفتشوا على الفكر، نفتشوا على الفلسفه، ولا تعاطينا مع هاد مع التقنيات غنستافدوا اكثر، في عوض ما نوظفوها في مسائل اخرى نوظفوها في الصالح ديالنا، وممكن هذاك الهاتف يتحول الى كتاب. وهذا اللي تنطلب من الشباب على انهم يرجعوا للفكر، راه ما كاين ما احسن من البناء الثقافي، لانه البناء الفكري راه هو الهدف، هو اللي غادي يوصلنا لواحد مجموعه نتائج، هو اللي غادي يصول لنا الوطن ديالنا. وشكرا، الله يعطيك الصحه.